للحديث عن دلالات الانتشار الأمني في بغداد ونقاط التفتيش فيها تزامناً مع تحضيرات متظاهري تشرين لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك، معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، بداية مرحباً بك. ما دلالة هذا الانتشار الأمني الكثيف في بغداد؟ في البداية مساء الخير عليكم، شكراً جزيلاً على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة هناك دلالات كثيرة أنه حدة الصراع بين هذه الأطراف الآن في أعلى مستوياته، حدة الصراع بين القوى الإقليمية والدولية أيضا في أعلى مستوياته. يعني نعرف أنه بشكل جيد بأن العوامل الإقليمية والدولية، يعني الصراع بين أمريكا والناتو والغرب من جهة، وطبعا دخلت إسرائيل في الموضوع مع إيران وحلفائها والأحزاب الولائية والميليشيات من جهة ثانية. الصراع الآخر الأهم هو اللي فعلا محتدم الآن، وهو اللي يبعث كل المخاوف في نفوس المهيمنين على السلطة من الطغمة الفاسدة، هو التهيئة الاستعدادات الكبيرة لجماهير الشعب العراقي لاستئناف أو استعادة جذوة ثورة تشرين المباركة وتحويلها إلى ثورة شعبية حقيقية، سميت أو أطلقت عليها تسمية جديدة الحقيقة، بالإضافة إلى كونها ثورة تشرين اللي هذا العام يمر 3 سنوات على انطلاقها، هي الثورة العراقية الكبرى للتحرر الوطني. لأنه بالفعل الآن بعد مرور ما يقرب 20 عام جاف على الشعب العراقي، الآن آن الأوان فعلا أن نتحرر من كل الاحتلالات اللي موجودة على أرض العراق، من قواعد أمريكية وتغلغل للنفوذ الإيراني الولائي والأحزاب والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد. هذه كل الحقيقة يعني يفترض الآن رفع الشرعية عنها، لأنه العملية السياسية هذه فشلت فشلا ذريعا باعتراف الجميع تقريبا منهم أيضا، من أنه هذه لا يمكن أن تتواصل بهذا الشكل، خصوصا أنه يعني أثبتت التجربة، تجربة السنوات الماضية وخمس دورات وانتخابات أو ما يسمى بالعملية الديمقراطية البائسة، الحقيقة أثبتت فشلها فشل ذريع. لذلك على الشعب العراقي أن يملك زمام الأمور بيده. دكتور حامد، ثورة تشرين قمعت بالحديد والنار، هذه الثورة السلمية جوبهت بالرصاص الحي، قتل الآلاف من الشباب العراقي. يا ترى هذه في هذه الذكرى لاندلاع ثورة تشرين وبعد مرور 3 سنوات، ماذا يدل الانتشار الأمني؟ هل يدل مخاوف حقيقية من انقلاب الطاولة على العملية السياسية فعلا؟ هل هناك مخاوف من الأحزاب والميليشيات أن يضيع أو تضيع مكاسبها وتنقلب طاولة العراقيين عليها، وبالتالي هناك انتشار وتهديد مبطن بأن أي مواطن أو أي شاب يخرج في ثورة على غرار ثورة تشرين سوف يتم قتله؟ هل هو استعراض يحمل معاني التهديد بالسلاح؟ هذا صحيح إلى حد بعيد، لأنه المخاوف مثل ما ذكرت يعني موجودة، يعني متغلغلة في نفوس الطبقة السياسية الفاسدة، يعني إذا كانت بما يسمون أنفسهم بالأغلبية أو الأقلية، يعني الفائزون والخاسرون الآن هم متنافسون شئنا ما بينا، لأنه هناك محاولات للاستئثار بالسلطة والثروات ومراكز يعني النفوذ في العراق بدوافع مثل ما ذكرت إقليمية ودولية. الشعب العراقي خياراته كثيرة، وهي أنه أما يستمر بالسلمية، وهذا هو اللي الحقيقة النهج اللي انتهجته ثورة تشرين المباركة، لذلك قدمت الكثير، مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين وحتى المشردين الآن والمطاردين من قبل الأجهزة القمعية. هذا الحقيقة يعني أدرج ضمن يعني أهداف الثورة، أنه يجب أن تنتصر هذه المرة، ليس فقط أن تسقط حكومة عادل عبد المهدي. يعني لولا جائحة كورونا، وما تفضل التقرير أيضا أشار إلى عاملين أساسيين في الموضوع، لكان الثورة استمرت
إلى أن تحقق أهدافها الأساسية وهي الإطاحة بهذا النظام المقيت، يعني نظام المحاصصة الذي جاء به من الخارج. الآن النضج عدة شباب، شباب الثورة الحقيقة، والتضافر الجهود والتعبئة والتحشيد والاستعدادات الجيدة من قبل التنسيقيات، وأنا أعتقد الآن هذه المخاوف الحقيقة يعني واضحة جدا لدى الأجهزة الأمنية ولدى الميليشيات في آن واحد، خصوصا هناك أيضا ريبة في الشك بالعلاقة بين هذه الأطراف أنفسها، يعني هناك أيضا مخاوف من أنه أن يحدث انقلاب من طرف على طرف آخر، خصوصا أنه المنافسة مثل ما ذكرت يعني إيران وأمريكا، هاي منافسة الحقيقة، هم خلف الكواليس متفقون على. هل تعتقد بما تملكه الميليشيات والأحزاب من سلاح ومن عتاد أن تنجح في منع أي إحياء لثورة تشرين الثالثة؟ لا أبدا أبدا، يعني إرادة الشعوب عزيزي هي المنتصرة في نهاية المطاف، يعني الشعب العراقي مصمم، أنا أقولها بثقة عالية، مصمم على الإطاحة بهذه الطغمة الفاسدة، خصوصا في هذه الجولة، هذه جولة مصيرية، بدليل أنه شوف الآن كل العوامل هي لصالح الشعب العراقي. أولا فشل الانتخابات التي سميت مبكرة في نهاية العام الماضي في 10/10/2021، فشل وفشلا ذريعا. أولا هي انتخابات يعني نسبة المشاركة بها أقل من 15%. اثنين نتائجها ومخرجاتها معظمها يعني زائفة مزورة مفبركة، ثقة الشعب العراقي بهذا النظام لم تعد يعني تذكر نهائيا، لا يوجد ثقة أولا. اثنين هذه النقطة الثانية أنه الشعب يريد يسقط هذا النظام، يعني مصر على إسقاط هذا النظام. ثلاثة وهذه النقطة المهمة أنه حتى في الخارج ثقة العالم بهذا النظام بدأت تزعزع، بحيث أنه لا يمكن، لأنه لا تشكل حكومة، لا إقرار لموازنة، وإحنا الآن في الشهر نهاية الشهر التاسع تقريبا، لا موازنة، لا استحقاقات مالية، لا تنظيم للشأن الاجتماعي، هناك بطالة مستشرية، هناك فساد، هناك مجاعة. الآن الشعب العراقي وصل خط الفقر إلى أكثر من 35%، تقريبا 40% فقراء في العراق، رغم أنه البلد غني وواردات النفط ضخمة، الاحتياطي من العملة الآن حسب الخزانة الأمريكية قال أنه 85 مليار دولار. شكرا. فكيف تخطط لاستثمار هذه العملية إن لم تكن هناك حكومة وهناك استقرار أمني وهناك نظام يقبل به الشعب العراقي؟ الشعب العراقي الآن مصر على الإطاحة بهذا النظام لأنه انتهى، يعني فقد الحياة، فقد كل مقومات البقاء. هذه الحقيقة أدركتها كل المؤسسات الدولية والإقليمية أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.